إذن انطلقت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية صباح الجمعة، إذ من المقرر أن تحدد الفائز بين المتنافسين النهائيين كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ووزير الصحة السابق مسعود بزشكيان. يعني واقعا وتأتي جولة الإعادة في أعقاب الجولة الأولى التي انتهت في 28 من حزيران الماضي من دون أن يتمكن أي مرشح من تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 50%. أكثر من 61 مليون إيراني مؤهلون ليدلوا بأصواتهم بدءا من الساعة 8 بتوقيت طهران المحلي، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت 10 ساعات، ولكن وزارة الداخلية الإيرانية قد تمددها إذا لزم الأمر على أن لا يتجاوز الموعد النهائي لإغلاق مراكز الاقتراع منتصف الليل. ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية نتائج الانتخابات غدا السبت، حيث سيتم إعلان المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات رئيسا جديدا لإيران. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية 14 في العام المقبل، لكن بعد الوفاة غير المتوقعة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في أواخر أيار الماضي، تقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة وفق القانون الإيراني.